بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق فور سيزن في جزيرة لانكاوي، نصور فيلا من نوع بيتش فيلا، تواجه إلى للبحر، تحتوي على مسبح خاص، لكن المسبح الخاص طبعا مكشوف. حجم هذه الغرفة 220 متر مربع، تتسع لشخصين بالغين، يمكن إضافة طفل إذا كان يشارك السرير مع الآباء. طبعا يوجد نوعين من هذا الغرف، أحدهما يوجد معه أسرة إضافية يسموها فاميلي، والنوع الآخر فقط للعرسان. مساحة الغرفة كبيرة ولها إطلالة على البحر، فيلا من نوع بيتش في فندق فور سيزن فيلا بيتش. مساحة كبيرة، طبعا هنا غرفة المساج الطبيعي، وهنا المسبح، يوجد هنا مسبح من غرفة المساج، هذا هو المسبح، وهذه إطلالة الغرفة تطل مباشرة على البحر. طبعا في الغرف العائلية في الفلل العائلية، فيلا من نوع عائلي، يتم تحويل هذه الغرفة غرفة المساج إلى غرفة مع سريرين صغيرين، تصبح فيلا عائلية. هذه الفيلا من نوع فيلا بيتش في فندق فور سيزن، تصوير شركة المحيط للسياحة. طبعا الفيلا كبيرة كما قلنا، مساحتها 220 متر مربع. هنا شاور، وهنا تقريبا جاكوزي، هنا دورة المياه، شاور هنا، وهنا دورة المياه يوجد فيها شطاف. شاهدون فيلا تطل على الشاطئ، فيلا بيتش في فندق فور سيزن في جزيرة لانكاوي، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هذه الغرفة، مكان آخر من الصالة، وهنا إطلالة الغرفة على البحر. مدحية شركة المحيط للسياحة في